ارميا 26. في بداية ملك يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا بقى كلام ده من الرب. كده قال الرب: اقف في دار بيت الرب واتكلم على كل مدن يهوذا اللي جاي عشان تسجد في بيت الرب بكل الكلام اللي وصيتك انك تتكلم بيهم. ما تنقص كلمة، يمكن يسمعوا ويرجعوا كل واحد عن طريق الشرير فارجع عن الشر اللي قصدت ان يعملوا فيهم عشان خاطر شر عمل. وتقول لهم كده قال الرب: لو ما سمعتوليش لاجل ما تمشوا في الشريعة بتاعتي اللي خليتها قدامكم، لاجل ما تسمعوا كلام عبيدي الانبياء اللي بعتهم انا ليكم من بدري وبعتهم تاني فما سمعتوش، اخلي البيت ده زي شيلو والمدينة دي اخليها لعنة لكل شعوب الارض. وسمع الكهنة والانبياء وكل الشعب ارميا بيتكلم بالكلام ده ببيت الرب. وحصل لما خلص ارميا من انه يتكلم بكل اللي وصاه الرب انه يتكلم بيه كل الشعب، ان الكهنة والانبياء وكل الشعب مسكوه وقالوا تموت موت. ليه تنبأت باسم الرب وقلت زي شيلو يبقى البيت ده والمدينة دي تبقى خربانة من غير ساكن؟ واتجمع كل الشعب على ارميا في بيت الرب. فلما سمع رؤساء يهوذا بالحاجات دي طلعوا من بيت الملك لبيت الرب وقعدوا في مدخل باب الرب الجديد. فاتكلم الكهنة والانبياء مع رؤساء وكل الشعب وقالوا حق الموت على الراجل ده لانه تنبأ على المدينة دي زي ما سمعت بودانكو. فكلم ارميا كل رؤساء وكل الشعب وقال الرب بعتني عشان اتنبأ على البيت ده وعلى المدينة دي بكل الكلام اللي سمعتوه. فدلوقتي صلحوا الطرق بتاعتكو واعملكو واسمعوا لصوت الرب الهكو فيرجع الرب عن الشر اللي اتكلم بيه عليكو. اما انا فانا هو بقيتكو اعملوا فيا زي ما هو كويس ودغري في عينيكو. لكن اعرفوا معرفة انكو لو قتلتوني بتخلوا دم طاهر على نفسكو وعلى المدينة دي وعلى السكان بتوعها، لانه حقيقي بعتني رب ليكو عشان اتكلم في ودانكو بكل الكلام ده. فقال الرؤساء وكل الشعب للكهنة والانبياء الراجل ده معلهوش حق الموت لانه كلمنا باسم الرب الهنا. فقام ناس من شيوخ الارض وقالوا لكل جماعة الشعب: ميخا المرشتي اتنبأ بايام حزقية ملك يهوذا وقال لكل شعب يهوذا كده قال رب الجيوش ان صهيون تتفلح زي غيط وتبقى اورشليم خربانة وجبل البيت اماكن عالية بتاعت غابة. هل قتلوا قتل حزقية ملك يهوذا وكل يهوذا؟ مش خاف الرب وطلب وش الرب فرجع الرب عن الشر اللي اتكلم بيه عليهم؟ فاحنا بنعمل شر عظيم ضد نفسنا. وكان في راجل كمان بيتنبأ باسم الرب اوريا ابن شمعيا من قرية يعريم، فتنبأ على المدينة دي وعلى الارض دي بكل كلام ارميا. ولما سمع الملك يهوياقيم وكل الابطال بتوعه وكل الرؤساء كلامه طلب الملك انه يقتله. فلما سمع اوريا خاف وهرب وجه لمصر. فبعت الملك يهوياقيم ناس لمصر النسان ابن عقبور ورجاله مع المصر. فخرجوا اوريا من مصر وجم بيه للملك يهوياقيم فضربوا بالسيف ورمجوا الست قبور ولاد الشعب. ولكن ايد اخيقام ابن شافان كانت مع ارميا عشان ما يتزقش لايد الشعب لاجل ما يقتلوه.